ومع المصريين ومع اللبنانيين ومع السوريين، كل دول لحال، وإن كانوا طاقم اللي فيه سياسيين، اللي فيه عسكريين، اللي فيه اقتصاديين، اللي فيه كل الأطراف كانوا موجودين، والدول العربية ما قعدوا كمجموعة واحدة أو فقعدوا شوي بلد بلد، فرسمت الحدود كمان مرة. الحدود الدولية أنا بذكر تاريخيا، الحدود الدولية اللي ارتسمت اللي هي بال 1913، بال 1949 وضعت الحدود إسرائيل بينها وبين الدول العربية، عادة كانت تمشي تقريبا 90% على الحدود. فأمام نحن شايفين شريط الحدود أخرى مرة. ما تنسى إنه الحد بالخريطة هو على مجرى نهر الأردن. إسا نجر الأردن بفوت كمان مرة، بفوت ببحيرة طبرية بالتقوى في الحولي، بصب بسموه شريعة، بصب في نهر بحيرة طبرية اللي بسموها البطيحة، وين بارك ياردين جيشر أريك الآن. بشكل طبيعي نهر الأردن بيطلع من بحيرة طبرية من منطقة بسموها اليوم دقانية، صد دقانية ثم البحر، ومن هناك بصل للبحر الميت. هذه المنطقة بين بحيرة طبرية وبين البحر الميت تربتها تربة حوارية، سهل انه الماي تفتح وتخترقها وتعمل فيها، لذلك متعرج بشكل مشية الحية. لا سيما كمان ما ننسى انه الانحدار هنا بسيط، فمرات الحد بروح للشمال، مرات بروح لليمين. فأمامنا كمان مرة هذه المنطقة وين احنا موجودين عالي، وعلى قبالها طلعوا على الناحية الثانية وين البيارات الأردنية كمان عالي، وبالنص جاي يو الإنجليزي يو كمان مرة، مصطبي من الناحية الغربية الشرقية ومصطبي من الناحية الشرقية وين احنا موجودين، هذه مصاطب شايفينها عالي، هي بيجي بشكل واضح منخفض، وبالنص هذه اللي بيسموها اليو، هاي بيسموها الزور، زور وادي الزور ودير الزور. فعملين هذه المنطقة وين بيصب النهر، وين بمر النهر وبيجري النهر، هذه بيسموها الزور. على قبالنا طبعا مبين هي ميات نهر الأردن، بس اللي شايفين ان هون اذا بدنا نحكي عن نهر الأردن بشكل طبيعي لازم يطلع من بحيرة طبرية نهر عادي وزيادي ومياته صالحات للشرب. هذا الحكي ظل للثلاثينات حتى ل48، بعدين عملوا سد منعوا المي تطلع من البحيرة الطبرية، سحبوها للنقب، والميات اللي شايفين في نهر الأردن بيصلوا للبحر الميت، مجاري تبعت بقر تبعت مستوطنات ومي مالحة ومي. واحتل كمان المشروع واحتل الكيبوتس جيش ريشنا. الآن من جيش ريشنا بتطلع على إيدنا الشمال مبين مجرى نهر اليرموك، نهر اليرموك هذاك المجرى وين الشجرات مبينات، هذا مجرى نهر اليرموك عند المحطة التوليدية، لا لا لجوها وين الشجرات، هذا مجرى نهر اليرموك إذا تمشي معاه لجوا بين الجولاني بين الأردن، يعني عملين هذيك القرية الأردنية هذه تسمى العدسي بيجي على الشمال، ها بضل فايت لجوا بعدين تجي سوريا، بضل مكمل سوريا بعدين الأردن، وهنا ملتقى نهر الأردن مع اليرموك بسموه جسر المجامع بعض المنطقة هون. فالنهر نهر الأردن بعد ما يلتقي مع اليرموك هي بيمشوا بشكل التواءات، إذا بتطلع لقدام هذاك مبين المجرى بشكل واضح. شو هاي البحر هاي الآن؟ هذه للسمك. الآن طلعوا على قبالنا مباشرة هو مثل نقطة صغيرة صفرة، هذه النقاط الأردنية إذا بتطلعوا على طول حبايبي هون بشكل واضح، طلع هذيك نقطة، طلعوا هذيك نقطة شايفينها صفرة، هذه على قبالنا أخرى نقطة صفرة، طلعوا أخرى لبعيد هذيك نقطة، هذيك إذا من هالشكل مئات النقاط لحد ما نصل العقارب. ليه لونهم أصفر؟ ها؟ ليه ملونهم أصفر؟ كيفك جديد دهنينا؟ تعرف ليه؟ عشان احنا نشوف من هون والطالبين من هنا بالشيء. والله بعرف. أنا هيك بشوف. لا مشان إذا كثروا غلب بساعه صارت إسرائيل تقصفهم. لا مكثر هن قالين ضخام مشان يدلوا بيجوا ناس سياح بتفرجوا. الآن اللي على قبالنا طبعا هذه القرى الأردنية، اللي على قبالنا على الهضبة فوق هذه هضبة إربد، إربد ما بتبين علينا. هذه اللي كل القرى شايفينها مع الهضبة، هذه هضبة إربد محافظة إربد يعني شمال الأردن، هذه المنطقة اللي هي خلينا نسميها تشبه الجليل من ناحية المناخ،
من ناحيه التربه ومن ناحيه الهواء ومن ناحيه حتى الحراش شمال الجليد هضبه اربد لانه الاردن صحراء كذا تسير في صحراء بس جاء القسم الشمالي في شويه خضار وشجر وحراش طا بعيه زين يا خال حسين زين يلا يلا يا ابو اي